اوكي شوف داخل سيارة كار هو في موبايل ولا لا او انت سبها. اوكي شنو هذا حبوب ماما؟ شنو هذا؟ بس حبوب مسكين. اوكي اوكي مش موقف شلون انا اسوي حبوب مشكله تخرب لك حبوب مسكين عشان انا ياخذ موبايل هو يقعد هذا واحد ساعه اربع ساعه انا وخمس ساعه بس سنين زين يقعد ما في ضيعه يفتح سياره مشكلة. يجي يشوف سياره موبايل موجود موبايل داخل كار. اوكي نو بروبلم. اوكي 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 مريم قاعد يسمع ها؟ انا قاعد يسمع مريم زيلان ما في بروبلم انا بس هالشيء بروبلم خوف بيبي بيبي بعدين هذا ياخذ بيبي مال انا اوكي هذا مسلم مسلم مو نفس كريستيان عرفت كلام؟ اوكي اوكي لا يخوف لا بليز مريم انا تعبان لا يخوف انت انت في هذا انت في امامه ما مشاعل كله يعني انا كله سيفتي انا سيفتي هذا بابا صادق بابا فاطم بابا بابا كل يوم طقي 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 كل يوم ما بروبلم انا شي باي شي بابا بس يجيب موبايل ويحط جد موبايل ثاني هو يقعد مورنينج تمام في موبايل داخل الكار اوكي يعني بدا بشر انا يقول خلاص انا افتح باسورد هاك جد ما في شي داخل موبايل اوكي اوكي يعني الكلام ولا لا تكلم اوكي اوكي انا اعرف ليش يبكي ليش يكراي بس انا خوف انا خوف وايد لا يخوف ما في خوف انا ما راح يسوي خوف ما في خوف اوكي في خوف بابا سلمان هاز المدام بابا سلمان بابا صادق فاطمة كوثر محمد اوراد انا ما يقدر يسوي بروبلم بابا هاز انا يبي هاز اوكي اوكي هاز هاز يا اخي موبايل موبايل مشكلة موبايل يتم فيكس موبايل بابا سلمان مسلم ما يضغط هالفيكس اوكي اوكي انا اعرف هذا يرحب هذا ريف ما مدام هذا كله فيلم انجلش فيكس انجلش فيكس هذا مدام نو قول مو مسلم اوكي شوفي بيبي هذا يقول اسوي بنيه جود جود بيبي انا بيبي افتح باسورد مدام يشوف هذا فيلم فيكس فيكس مدام نو قول ما يقدر يسوي بيبي علم اوكي 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 ماما اوكي لا يجي نو كراي بليز اوكي اوكي جاي الكلام من الهري خلاص اي انا عارف خلاص منو جيب دواء منو جيب دواء ها منو جيب درايفنج انا يسوي تليفون درايفنج قلت ياخذ دواء ثلاثة حتى بس هو سليب نوم ريلاكس بس ان هذا دواء مال حساسية التلفزيون وانا ياخذ حبوب هذا مال بالليل انا يشرب حبوب عشان ينام انا قلت له انا احب عشان ينام سبسب هذا حبوب اوكي 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 يعرف كلام؟ يا انا اعرف ريلاكس بليز مريم اوكي اوكي اذا انت في ستريس ما راح يقدر يسوي شيء بالماما اوكي ريلاكس نو بروبلم بابا هذا شاي جوز اوكي بابا ما يعرف انت مريم حبي ما يعرف احد حبي يروح يحكي يلا بدي انا يبي نام نوم زي الساعة نوم انا يوم خلص شغلي اطلع يحبوا ما ينتهي الموضوع مو مريم حبي انا احب موبايل اوكي يلا باي باي لا مريم مريم اها بيبي لا تشوف انت كراي كراي اوكي ماما اوكي انا ما بدي خوف اوكي اوكي اوراق خوف اوكي انت سبسم انا يقول شنو انت فاميلي مال انا لا يسوي بيبي خوف اوكي اوكي جي عرف كلام ولا لا؟ اي ماما انا اعرف اوكي لا انت الحين سوي بروبلم خوف ابكي قدام بيبي خوف انا ما بدي خوف اوكي 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 ريلاكس ما في مشكله ماما 1 ويك 2 ويك ماما راح يجي البيت انا اوكي نو بروبلم هذا ما انا افتح موبايل شيك ما في شيء بابا سلمان خلاص مدام داخل البيت اوكي 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 يعرف كلام؟ اوكي ما في مشكله هو شنو يقول بابا سلمان انا بس انا شاحن الموبايل هو جود ولا مو جود انا موبايل طلع جديد سيم كرت بس هو هذا يبي جهاز انا شوف فيه كل سيكس اوكي 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 بس هذا انا زين هو يقول دام شاحن هذا في كل سيكس يعني ما في صلاه صايم نو جود بيبي اوكي ولا لا اوكي ماما انا شنو في بروبلم ولا لا اوكي ماما اوكي ان
كان كلام انا ولا انت في الكلام اللي انا شايفه ايه اوكي انا عرفت خلاص ريلاكس عادي يجي يشوف شو صار في داخل مخي السكوت شو اسمه ما في كثير سياره ما لقيت كثير سياره لا لا ما يدري ها لا ما يشوف سياره ايه ما سايلنت سايلنت وبابا سلمان في فوق في سياره ما هو اول ما في الحين ليش ما في هذا واحد تاني هذا مفتاح قربان أول تجي أنت صح هذا قربان كسر. مو جوتر جاكوار. إيه جاكوار هذا ريموت صح هذا كسر ريموت. أنا ما يبي ريموت أنا يبي مفتاح ما يبي ريموت بس مفتاح. إيه ما في بس هذا مفتاح سيارة بابا أول تجي أنت. Yan po, inuutusan niya ako na painumin po ng gamot yung amo ko. Mamaya po may maghahatid na driver dito ng gamot. Tapos ipainom ko daw po sa amo ko para daw po magawa ko yung pinapagawa niya. Napalitan ko po yung telepono. Ito po, teka po. iPhone 6 po yung nakuha ng amo ko sa kanya. Ito po, bumili po siya ng bagong iPhone. Ipalit ko daw ito doon sa cellphone na nakuha ni sir. Ito po yung pera. Ito po yung pera. Ito po. 500 po ito. Hindi ko po ito kailangan. Ang kailangan ko po makalabas ng safe dito sa bahay. Hindi ko po kayang gawin. Pag nahuli po ako ng amot ng lalaki, hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Papatayin ko ako. Hindi po ako magtitiwala sa amot kong babae. Kasi lahat, apat na taon na ako dito. Dalawang buwan na lang tapos na kontrata ko. Alam ko po lahat. Alam ko lahat ng ginagawa niya. Hindi ako nagsusubo sa amo kong lalaki. Ngayon po sabi niya, pag natapos kong gawin ito, lahat ng pinapagawa sa akin, may dagdag pa na 1,500 ibibigay niya sa akin. Kukunin niya ako dito. Ang tanong ko po, saan niyo ako dadalhin? Sabi niya, sa bahay ng kaibigan niya, sa bahay ng kapatid niya, hindi ko alam. Sabi niya, bahala ka, baka pupatayin nila ako pag nagawa ko yung pinapagawa niya. Tulungan niyo ang buwan ko, please. Tulungan na ako. Magbabaliw na ako dito, please. Tulungan niyo po ako. Stress na po ako. Ilang araw na po hindi makakatulog. Hindi po ako nila pinapatulog sa gabi. Tawag po sila ng tawag. Ipinapabantayan nila ang tulog na si Imamok na lang para gawin ko ito yung pinapagawa nila. Mawa naman po kayo sa akin, please. Para po sa pamilya ko, uuwi na lang po ako, uuwi na ako. Dalawang buwan na lang tapos na kontrata ko. Hindi ko po kailangan itong pera. Makalabas lang po ako ng maayos dito sa bahay, okay? Ano ko po na itong gawin? Hindi ko kaya. Hindi ko magpapalit ang buhay ko sa maliit na pera na ito. Sana naman po mabilisan po. Tulungan niyo po ako. May makalabas na dito. Please po, please. Please po, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya.